الامتحان عبارة عن ايه؟ الامتحان عبارة عن استرجاع لمادة عرفها قبل كده. استرجاع ان كان فيها جزء بيحتاج للتفكير فالطالب يسترجع المادة ويعالج التفكير المطلوب. هو المطلوب منه ان يهدى، هو بيجي اول حاجة يهدى جدا، يكون عنده ثقة في نفسه، ان هو عنده معلومات تكفي انه يجيب الدرجة النهائية ما دام بيذاكر. الامر الثاني عليه القراءة المتأنية، القراءة المتأنية، وان يكون عنده قدرة على ضبط الوقت في الإجابة ولا يستغرق في التفاصيل التي تؤدي لضياع الوقت. ان نظام البوكلت في 60 سؤال في 20 صفحة ولا أسئلة كتير جدا، لو هو قاعد يجاوب وقاعد يدور على الإجابة هنا أو هنا مش هيجاوب. فعليه ان هو يكون عنده قدرة على الاستعراض السريع للمعلومات، عنده قدرة على انتقاء الإجابة المناسبة والاختيارات المناسبة في الإجابة دي. والأمر الأخير يكون هادي وعنده ثقة في انه ما دام ذاكر هينجح. طيب بالنسبة لحضرتك قلت على موضوع البوكلت ده اخيرا، يعني طبعا ده نظام جديد جدا، كل الطلبة قلقانة منه ولا حاجة خالص، ولا حاجة خالص. البوكلت نفس الأسئلة بس وضعت فيه عناصر منفصلة، كان 5 أسئلة كل سؤال فيه مجموعة عناصر داخلية، فهيطلع في كل سؤال 5 أسئلة، 5 × 5 = 25 بقى 60، مش مشكلة. وكلها أسئلة محتاجة إجابات قصيرة، الطالب بسرعة هيجاوب عليها، هم اتمرنوا عليها، وفي إن نسبة النجاح عالية جدا في الطلاب أو نسبة الإجادة عالية جدا. فالموضوع ده هيكون أفيد من الورق، هيبقى أسهل للطلبة. الطلبة أسهل للطلبة، أسهل الطلبة ودقة في التصحيح، مش هتظلمه في التصحيح.